صباح الخير. صباح النور. صباح النور. تصبحتوا نهار اخر. صباح اخر. نضنا فطرنا وجلسنا اليوم في ماشي مارسي. او لاقيتكم انا بقيت عايشه هنا مع اسامه عام ما عمري مشيت مارسي. انا مشيت شحال وكنت مشيت مع كنت باقا صغيره حبيبو كان داني خصوصا انا ما عمري مشيت اول مره غادي نمشي مارسي. إيه دينا جوج طوموبيلات على حسب ما عادش نتساعدوا كان بينا في وحده. قفنا بقصر داريان صفا ليليان مع اسامه انا وشيفا وليان وانا خالتي تحيا تسمعك مع اسامه السلامة ديالنا اخيرا وصلنا حرفتنا فرحة الطريق جات طويلة وصلنا قد وصلت توقف مرسي دلالي يلا نشوف قفت جد مرات واحدة ونص انا جاني دلالي اوه عدي كنا زمان ما قلنا مجلس الدار عتمنى سنة لسانيا ما عرفنا عايز اعمل عصب روشي جع صفا قال لي انا خصني نسوق بلاين عرفتوا دابا تبارتونا جينا ني بورتو بيا سويال يلا بالنسبه ديال الباركينغ كما كنت كنقول لكم جاني شان قبل باسيو ماريتيمو وهذا هو باسيو ماريتيمو يعني الله كتخرجوا كتجبروا هنا باسيو يلا هذا باسيو ديال باسيو باسيو ماريتيمو مارسي ياك بورتو فيخو بورتو فيخو فيخو بورتو اخيرا كتب نجيو مره بون نجي انا مارسي زعما فيت جيت نجي واحد مره في الصوف صراحه عرفت الشميشه جو مزيون لا 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 انا ساريه ما بغاتش تجلسنا في الكارو زعما الصراحه زعما ماشي بسيطه هنايا ياك حلاوه صار الوقت ما عندناش بزاف كاين هاد الباركوس اللي كتقدروا تشبروهم وتمشوا تعملوا واحد الدور بهم حنا صراحه ما كانش عندنا الوقت بزاف وتما كنيت كاين واحد البلاصه كبيره كاينه بحال هكذا الناس اللي كيبيعوا بالكاروسات الحاجات ودابا جبرتونا جينا لواحد السنترو كوميرسيال ما عقلتش شنو كان اسمه ليتورال ولا فاسي المهم بصح بون حتى نقول لكم الاسم بالضبط فايت جيت انا هنا ملي كنت ساكنه في افينيون فايت جيت واحد جوج مرات مزيون الصراحه فيه من كل شيء فيه بريمارك يعني فيه الحوانت ولكن واقيلا يمكن غنطبقو نمشيو نتغدا دابا جبرتوني خرجت مع سفيان صوره كنت تصورت تماك مع مارسي سوفني خصيكم هذاك صار ريكوردو وهذا هنايا حتى سنترو كوميرسيال يعني هذا سنترو كوميرسيال كتجيو كتقدروا تصوروا سقسيت أسامة قال لي اسمه غران ليتورال أنا فايتها جيت ولكن ما عقلتش السلام عليكم مرحبا بكم نهار آخر هذا براح سجلتكم في مارسي غير شوية ما سجلتي بزاف وملي مشيت سنتر كوميرسيال مسجلت لكم وأنا على حسب ما دخلنا حسن شي حانوت يلا درك لنا ناكلو هنا كيشدو داغي نتوما عارفين سبعة ونص بداو كيشدو المهم ما لحقناش صراحة ندخل حتى شي حاجة أصلا ما كنخصني حتى شي حاجة واليوم جبرتونا خارجين أنا وشفاء خارجين أنا وشفاء وخصو ديال أسامة إن شاء الله يا ربي غادي نخرجو غادي نمشيو لواحد المحل كنت كنمشيلو بزاف ملي كنت ساكنة هنايا اسمو كاسابراتا كيبيع قشع وغادي نمشيو لواحد الحل ديال توركو كيبيع الحل تاهو مزيان بقلابة وداكشي كامل وآخر حاجة غادي نمشيو نتعشاو مجموعين المهم فيما مشيت غادي نديكم معايا كيما العادة زبقنا من هذا المحل اللي كان اسمه كاسابراتا ولكن لاحظت بان مؤخرا بدو لو اسم في انستغرام عاملين كازابيدا المهم عندهم الصالونات كايحه مقبله داكشي عرفتي مزيون وشفتو بان دخلوا الديكور ديال العيد شوفوا هاد الطباسل بالطيسان ديالهم كلشي هكذا ديال الكارتون مزيون عندهم الزرق وبيض شوفوا الورد طبيعي الحنة وبان لي هاد الطاجين اللي حمقني ما داك انا مؤخرا بديت كنطيب الطواجن بزاف عرفتي حمقني ان شاء الله ربي باغا نشري مشيتوش هاد المره ولكن ان شاء الله غادي نشريه ومن بعد عندهم هنا هاد الكيسان هكذا لامباس كبارين دبلاستيك يعني ما تشوفو من بالك دجاج ولكن دبلاستيك كاملين شنو كبارين بزاف يعني خصكم ثلاثه الناس باش يشربوا من كاس واحد شوفوا هادو ديال الدجاج شحال مزيونين كانت عندي شي كوزينه كبيره هكذا نعمل في الكوزينه نعمل فيهم بونبونيز غايتا الصراحه عرفتي كيحمقوا كيشهوا كلشي عندهم مزيون خصني عيشي دار كبيره فين نعمل هاد القشوع كاملين من بعد هاد الاورغانيزادوريس اللي انا كنت وريتهم كون كنعمل فيهم فروطه تسم من عندهم ومن بعد مشينا عند توركو اللي حمقوني هاد اللامبات شنو بغيتهم يكونوا حسبيين مره يعني ما فيهم حتى شي كولور هادو فيهم اللوينات عندهم الكيسان ديالهم شوفوا هاد الطاطيطا شحال مزيونين ومن بعد مشيت نهز داكشي على الجيت الورقه ديال البقلاوه ديالهم وكنافه
ومن بعد مشينا نيش عند ساشو، مشينا لوحدة تشينو، واحدة ووك بوفيه ليبري اللي اسمه ليوبارد، معروف هنايا في افينيون، يعني الناس اللي ساكن هيك وشي كيعرفوا. صراحه مزيون بزاف، كنت متشهيه نمشي شي ووك اللي نهز انا اللي بغيت هكذا. كنمشي هنايا ولكن كطلب مثلا كيجيب لك داكشي اللي بغيتي. دابا تشهيت بحال هيدا مع داك الكريته جات لي له. صراحه عندهم ماكله مزيونه لذيذه وعندهم كلشي حلال، يعني سال الحوايج ديالهم حلال. عربت الديكور من الداخل مزيون بزاف، والماكله ديالهم عندهم مزيونه ولذيذه، وكتحس بلاصه يعني نقيه الصراحه ومنوعه، اي حاجه بغيتيها تلقاها عندهم. صباح الخير، جبرتوني مورا الكاميرا. صباح الروينه وصباح جا قليله، جبرتوني غادي نعدل ماليطه. شوفوا ماليطه مرونه على عدلات، ما بغيتش نجي الحاجات اللي عندي في يدانا، على حسب ان شاء الله اليوم غادي نمشي حنا. الصراحه الايام دازت كتر كتر كتر، ما عرفتش حتى كيفاش دازت. المهم يعني نعدل الماليطه ديالي وديك الساعه ان شاء الله نفطروا. لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي غادي نشوفوا الطريق ديالنا، شوفوا كيفاش عامل الصخره هنا. ملي درت هنا مطرطقه عمر مني وانا جالسه هنايا بكايا، خاص كتبكي واقيلا فيها النعاس، صحه نعسنا في الطريق. وصافي جماعتنا دابا غادي نشبروا الطريق تقريبا. دابا الطنوش ديال الصباح، قلنا باش نوصلوا شويه بكري حسب اسامه غدا ان شاء الله خدام. صراحه وسخينا شي دازت كثر، زعما كنا ماشيين كنقولوا اوه بزاف. جينا نهار السبت في العشيه، السبت في العشيه والحادي والاثنين والثلاثه والاربعاء زعما الخميس، ولكن هكذا كل ايام سبحان الله كدوز كثر. والله العظيم بدا كدوز كثر، دوزناها مزيونه، تكونسنا مع العائله، صراحه دوزناها غزاله. ولكن ما كتشوفوني بحال بديت كنتروح، الايام بدا شويه بحال فيها السعله، وكلا عم شوف حنا مراتب. الله يصلنا على خير، هذيك اهم حاجه. ما قلت لكم الكركنده ديالي كتحرقني، قلت لاسامه يجيب لي هذا المندول حتى الله يعاوني شويه. ودابا جبرت نعمل واحد وقيفه باش مسا ما يصلي، ولا يخرج حتى شويه من التكييف ديالو، خرجتها لبرا تسخرش ما تبقاش كي صغير الطروبيش. ودابا جبرتوني غنعطي لايان فروديتا ديالها، شوف فيها الجوع حتى كتجبد. هادو بريسبيت وريتهم لكم كيجيو كيتحلو هكذا، كيتحلو من تحت. طحنت فروطه دارت خالتي، عملت لتشين بانان وتفاح، طحنت فروطه ما غادي نعطيه لها، ما قلناش بزاف صراحه، ما قلنا حتى ساعه ما غنشوفو الدار فيها الجو، لين فيها الجو لين خصها مني مني. يلا وصلنا، قلت لأسامة مشي جيب لي كل شيء عندي في الطوموبيل باش نوريكم دابا داغين شنو تسخرت. برا اللي بقى على حسابي، شوفوا طلعتو قبيلة هادو حوايج كانوا من شوبان، نهار اللي كنا خارجين تفكرت في اخر لحظة وجبتهم حطيتهم هنا عاد كنطلعو من فوقي. كيما كتشوفو حبيبات ديالي، قلت غادي نزبق الأول نوريكم السخرة، عادك غنمشي نبدل عليا، عادك غنمشي ندوش، عادك عاد كنعمل كلشي. بغيت نوريها لكم على حساب خصني الحيز كاين اللي خصهم يعملوا في نعملوا في النبيله، كاين حيز اخر اللي ماشي ديالي عيد سخرتهم، يعني خصني نعمل فواحد القفه بارتي باش نورغانيزها بحال عقلت نهضروا بنا هذه كامله. واذا ما سجلت لكم شي دابا عطيني على الله فوقاش، حسب غدا عندي بيدياتر هاد العيا بالصباح مازال ما غاديش نطلع على ماما. المهم قلت غنصور لكم دابا. تسخرت من ديفيرنت سيتي، تسخرت من اكسيون، بي اي ام، من كاسا باراتا، من توركوس، من السوق. اكسيون غتقولي لطيفة عندكم اكسيون في اسبانيا، اه ولكن باين علينا ساعد ما كانو عندنا واحد، ملي كتمشي ما كتبان حتى شي حاجة الصراحة. تماك في فرنسا تماك في ساكنة خالتي عندهم ثلاثة ديال اكسيون، إذا ما جبرتيش الحاجة في هذا كتجبر في هذا، يعني الصراحة كتجبر السخرة. المهم معرفتش منين غنبدا لكم. أول حاجة ديت هادي من عند اكسيون، شوفوا واحد موبا، انا في الاول هزيت واحدة اخرى كتسمعي 5 ديال الاورو، ولكن من بعد جبرت هادي اللي فيها شفتها في تيك توك وفي انستغرام، فيها جبرت في الانترنت اللي عندها هاد العيبه هادي. شوفوا هادي كتعمروها بالماء ديال التجفيف وكتبقاو ترشوا بهادي، شوف هاي شفتوا كتعملوا هيدا كتعملوا هيدا وكيبقى يهبط لكم الماء وكتجفوا. المهم انا صراحه ما كيبرد غير التجفاف العادي، يعني جفاف دوزها ديطورا بيضاء، هادي عي كتجي ندوز بها مثلا هكذا مع ديك نتوما عارفين تبارك الله كتحبو داكشي في مبرات لاش خشيتها كتعملها بدقمه. هذا بحال اللي غنقول لكم عي هكذا يوميا، ندوز مره هكذا ما تقعدي الدنيا كلها وغزنا حيد عي خشاش. من بعد من اكسيونيت ديت هادو اللي عجبوني، بس نقربكم شوفوا غنقرب عندكم حتى شويه. ديت هادو شوفوا شحال مزيونين، شوفوا السوينيات والغطايه ديالهم، هي بيضاء قديدي تقريبا، عندهم الذهبي والنقري.
هادو كيعملو بعض الاورو. شوفو زينا الصراحة زايلة. دابا ماجي رمضان و كنخلطو مع هادو ديس هادو ديال هنايا، هاد ميني سينيات لي تاهما كيحمقا، تكون شفتو 100% شي مرة. ديس منهم جوج عشان معرفتي فين هو ياخد، هاديك التيرونة السخرة هنايا معرفتي فين هو. ديت جوج من هادو ومن هادو نقريين تاهما، ديت جوج هادي ماشي ديالي، هادي ديت صنخ، هادو ديتهم لختي لاصا كنتي انا نقري في الدار. شوفو نوريكم البنات من اكسيون. شوفو ديت هاد الكاس، هذا هو رومانتا ديال القهوة، ولكن انا مكنشربش القهوة. انا ديتو صراحة الانفوسيون عجبني، شهاني. شوفو شحال مزيون، شنو رقيق، عرفتي كنتمنى بدو متهرستي شي داغيين واخا كنحس بيه بدا كيتجرد. المهم رقيق مي ديليكادو. ديت واحد الكاس هذا ديسون بي اي ان د قهوة، هذا اسما كتعجبو القهوة كحلة كيشربها هكذا في الصباح وداكشي. ديت له هذا ليلو من بعد من اكسيون دوز من جهه مع داك تعرفكم دابا قربات باسكو سمانه سانتو داكشي، وانتم عارفين كيكون عندهم داكشي ديال القلال وبيطات وداكشي، ودوز من ديك الجهه وبلات واحد الشليمله، بلات هاد الشليمله هادي انا تخيلت فيها حاجه اخرى. المهم كيما فهمت على البيطات ديال باسكو، ولكن انا تخيلت فيها الخبز ديالي، بحال طبيعه قد الخبز. شوفوا ايما نزلو هذا طبيعه قد الخبز، طبيعه قد الفروطانيه سما بغيتو، ولكن انا صراحه ديتو الخبز ماشي كبر بزاف ديال الاسامه مزيون، نقدر اما نخليه هكذا ياما نعملو هيدا. عرفت انا حمقني يمكن كنت ديتو بواحد 3 ديال الاورو، مبقيتش عاقله مزيان هاد الثمن، كنكملو 3 ديال الاورو. من بعد ديت هاد الحفات هادو اللي حتى تبقى داولي، من بعد ديت هاد الشبيكات هادو انا نوريهم لكم. شوفو هما هادو، انا عندي في بياض وعندي اخرى في كحل. كنت ديتهم انا شحال هادي كيعملو اورو لوحده، ولكن هاد المره هادي ما ديتهمش ليا، هاد المره هادي ديتهم ماما على حساب عند واحد الاستانتريات، واحد البيسكات عمل فيها ديسبنسا، وهادو يعني غتخشيهم هكذا في الاستانتريات تقدر تنظم لها القمه ديالها عندك ما كيعجبها من الاعشاب وداكشي. المهم الاعشاب ديالها داكشي ديالها ديت لها منهم 11 يعني 11 ديال الاورو، 11 ديال التيستات. هادو سوبر بيان بس اورغانيزا لا الكوزينه ديالكم ولا مثلا شي بيت اللي عندكم فيه الحاجات، ولا صراحه اورغانيزا هادو سواء عليهم خاصهم بزاف. كونتينواموس مع اكسيون، ديت هاد اللامبات هادو على حسب ما عنديش اللامبات بحال هادو الصراحه. العصر مع ديك دابا رمضان ولا في الصباح كيجيني ملي كنبقى في الفطار داكشي، كنت متشهيه شي لامبات يكونوا عاديين باسيكاس. هاد ديت هاد ثلاثه هادو زوينين، هادو شايبين لكم فوالا بحال هكذا، بقيت عاقله على الثمن ديالهم، كنظن 3 ديال الاورو والله ما عاقله الصراحه. كاين شي حوايج لي ركزت مع الثمن ديالهم كحاجه بحال هكذا لا. من بعد ديت هاد جوج ديال الكيسان عجبوني على حساب فيهم واحد ديسينيور سبيسيال، ديت غير جوج ديال الاسامه طبعا اكسسوارين، ولكن عندهم هكذا فورما ما عرفتش شويه كيبان مزيان ولا لا، ولكن فورما بحال معوجن هنا شويه عجبوني. ديت كما قلت لكم جوج قاع ديالهم غلط مزيون صراحه، ثقالين كيحمقوا. من اكسيون ديت مال هاد ديت منهم جوج، وحده لي وحده اختي. هادو البنات داك اللي كيحيدو بيهم بولاج الحوايج، علاش شريت؟ على حساب نتوما كتعرفو بباسني كيكونو واقيلا ستيتو كيبقاو يتحكو بزاف، كيتحكو مثلا كيبقاو يحكو رجلهم، وانا ملي كيكونو ناعسين كيتحركو بزاف نتوما عارفين. والحوايج ديال بيبيس ضاغين كيعملو بولاج، كتبان حاجة باقا جديدة مزيونة مدرتي شي تلات لبسة من بيبي، ولكن تحكت تبهدلت. شوفو جيت نحلا وأول حاجة لاحظت هي كيجيو البيلاج ديالها، شوفو كيجيو لها بيلاج وكلشي كتخدم بيلاج، وانا ملي كتعملو لها بيلاج يمكن كتعملو اون كتبقاو هكا دوزو على الحوايج كتنقيو الحوايج من بولات. هادو كانوا رخاصين معقلتش بزاف، يمكن 3 ولا 4 اورو، انتما كتعرفو اكسيون الحاجه ديالها كتكون رخيصه. من بعد ديت العيال هاد الكوميطا عرفتي ملي كنديها انا الباركي كيعجبها الحال بزاف، كتبقى تلعب بالرمله وداكشي، هي صراحه باقا ما كتعرفش مزيان فهادشي، ولكن المهم قلت زعما نجرب نبقى نحاول نلعب معاها. ديت لها واحد السطال ديال الباركي هو وهاديك ديالو وبالاس ديالو واحد ستريطه كدي. من بعد ديت واحد سوبورتنت هذاك التليفون الطونوبيل ديالي مالي، ديته باورو. ديت هاد جات الشبكات البطاطا في كحل، نتوما عارفين مؤخرا كحل دارج بزاف على الموضه، لا فقشو على الديكور وداكشي، وكان عندي شحال هاد وحدهم في النقل ولكن كانوا استدراو لي. وديت هاد المره هادي هذا في كحل، ديت غير جوج يعني غير لي من اسامه. شوفوا زوينين. من بعد ديت هاد اللاطه هادي اللي كانوا عاملين لها يمكن 4 اورو 50 ولا غير هكذا. المهم هاد اللاطه اللي كعدو فيه ماض علينا او شنو ما بغيتو، انا صراحه ديت ساعه ولا انا عاد استعملها ان شاء الله الرمضان باش نعدي فيها الكنافه. شوفو كتجي بحال هكذا كحله عاديه، من الداخل عندها واحد البونتيدات يعني كانوا هادشي كيخليها ما تلصقش داخل العجينه. المهم كنت ان شاء الله ملي نجربو دابا نبارطاج معكم، غادي نعدي الكنافه ولا شحال نبارطاج معكم ان شاء الله. كيماس فالي او من بعد شفت واحد الحاجه اللي ما عرفتش واش غندم عليها ولا لا، على حسب ديتها وي باراتوكا، ولكن خصنا نجربوها. انا مومنت العصر صراحه كنطحنوا باطي دوره اخرى عاديه، ولكن شهيت واحد
واحد الطحنه ديال العصير هكذا، ولكن هذه ماشي كبيره بزاف، غير لتر ونص، ما بغيتش شي حاجه كبيره حسب حنا ما عنديش بزاف فين عمله، ما عنديش اتساع بزاف فين خبعه، وابارت زعما غير انا واسامه. المهم اللي عجبني فيها اخر هي البلاستيك، انا كنفضل حاجه البلاستيك، الحاجه ديال الدجاج كتهرف. شوفوا ناخذ لكم ديتها الثمن مناسب، ما عرفتش واش غتصدق لي مزيانه ولا لا، المهم غنجربوها. ديتها بكحل كذلك باش ما توسخش. شوفوا شحال مزيانه، طلع ليها واعره. المهم بالنسبه لهاد الباتيل راه هادي صراحه ما كنتش كنقلب عليها شي حاجه، هو خصني شي حاجه نستنى غير مره نخرج دابا رمضان هكذا كانت فيها شويه العصائر كثر، ولكن سينو يعني ما كنبغيش نستعملها بزاف صراحه، هذاك الشيء ما بغيتش نخسر فلوسي في حاجه اللي ما عرفتش شحال نستعملها بزاف ولا لا. صافي ضروري نرد عليكم خبر. من بعد من اكسيونيت بغيت هاد الطباسيل هادو، انتم عارفين انا عندي بحالهم هما طوالين، ودابا بغيتهم هيدا مربعين. شوفوا عاديين، ما بقاتش بحال كانوا كيعملوا، كنعقلش يا بنات تسمحوا لي اثنين بعقلهم اكثر من ما نقول لكم، اللي ما عقلاش ما عقلاش. من بعد من بي اي ان ديت هاد الطبيسلات هادو، ديت هما غير جوج باش نسول بهم هكذا ان شاء الله صافي في رمضان، عجبوني فيهم واحد الكولور ديال رانا رانخادو غراناتي، وفيهم هاد الشطيبات هادو كانوا كيعملوا يورو 25 كل واحده. هادو هزيتهم من السوق اخر لحظه ملي كنت خارجه وتمشيت شي عمر ماليتيرو، وخاصني كنقبلت السوق وانا قلت الله صافي نشوف شنو كاينه. الصراحه صادفت، شوفوا اول حاجه صادفت هاد جوج اللي فات بيوت. شوفوا علاش ديتهم، ديتهم من كونكونطو مع الطباسل، كحمقني قشع الله رزقني بواحد الدار تكون كبيره وكوزينه تكون كبيره ويكون عندي باتريس مع من بقشع. المهم علاش ديت هاد الزلافه هادي لهاد البلاطو هذا مع داك المربع، بغيت له شي زلافه تكون مربعه هيدا بحالو، وديت جوج عاوتاني حدا لي وحده لاسامه. في السوق نيت ديت ثلاثه ديال المغرفات، شوفوا صراحه ديت نوع ديكور على حسب عجبوني، فيهم الزرق هادو هكذا مثلا نعمل فيهم لي كاما ملي نكون كنعمل لكم بلوكس، وسينو عندي واحد الكونخونطو ديال واحد زلايف وطبسط ديالهم في الزرق، نقدر نزيد لهم هادو المغرفات هادو، ممكن كيجيو ثلاثة بأوناولة، هانتوما كيبان لكم زعما صاحب الضو. من بعد من بي اي ام ديت هاد الكوبات هادو اللي حمقوني، عرفتي مينا مورادو شفتهم حمقت عليهم كنشوفهم في انستغرام، داك النوع ديال الكوبات اللي كيكون عندهم هنا الذهبي كيحمقوا الا قشع اللي كيكون هنا عندهم الذهبي، ولكن ما كنجبرهمش هنايا، عمري ما كنجبرهم حتى شي بلاصه، فرنسا شويه داخلين شويه عندهم. شوفوا هادو كيجيو ثلاثه ب 8 ديال الايورو، صراحه ماشي خاسر ولكن عجبوني عجبوني بزاف، ديت ثلاثه وثلاثه سته. من بي اي ام ديت هادو اللي ترشوا، عرفتي ترشوا في ماليتيرو خلو فيه ترشوا. هاد العويدات اللي كتستعملو هكذا نشلايض نبوستريس عجبوني، على حساب فيهم هنا الحمر، هاد الحمر ديما كيعطي واحد طوكي مزيون. المهم عجبوني ديت هاد الباكيه فيها 100 حبه. اما غنوريكم واحد الحاجه اللي صراحه ماشي ديالي، هذا واحد الريغالو من عند لوستي ماما، شوفوا عملتها الريغال لطون ماما حمقتني صراحه، انا كنت نديها ولكن ما نقدرش عليكم يعني فاين غنعملها فاين غنعملها. ساعك النهار اللي هكذا نبغي شي واحد نقول ماما خلي لما خلي لي واحد النهار لحد يومين نفرح بهم ونعاود نردهم لك. شوفوا انا نوريكم كيف كيجيو، عرفتي كي حمقوا هادو البنات من عند مغاضه من عند كاسابارطا. شوفوا شحال مزيونين كيحمقوا، كيجيو هكذا جوج والطابه ديالهم عرفتي مزيونين وتكركلين. راه تانيت المحل ديال المغاربه ديت واحد جوج طواسيل هكذا باسيكوس بلانكوس، جربوا مع بعضيتنا مثلا ميرا مثلا شفتوا بحال مثلا هكذا، وزلافه هنا في البياض دابا رمضان، يعني هذاك الشيء كنت بغيت واحد جوج بلاطوز باسيكوس بيوت يكونوا مزيانين ما يكونوش هذوك العاديين وصافي. من بعد ديت هادو شوفوا اللي كتعمل فيهم فلوتو سيكو صوبت التمر ولا اللي بغيت هذا ستيدوين، ديتهم بايورو الواحد. هاد الرطيمة ديال الزيت على حسب حنا عندنا صراحة حيت كنقلب على شي حاجة تكون مزيونة ولكن والو مجبرتي، ديت وحدة المهم عادية وصافي حسب دينا تهرسات لنا ومحتاجين نقول خير تمن تي أخرى، وديت هادي. آخر حاجة ديت وعليها مشيت من ديك الحانوت هو الورد، شوفوا عاد واحد النسمة غزالة. المهم أنا جبتو صراحة نماكلة هكذا الديكور مع المعسلات مع بريوات مع نتوما عارفين. شوفوا كتجيب باكيه هذه كامله ما عرفتش شحال فيها الجرام، المهم مكتوبش، تم 3 يورو 50. باقي لي اخر حاجه، باقي لي التوركو، نوريكم شنو تاخرت من عند التوركو صافي غنكون ساليت. اول حاجه بلعه كنافه ماشي كاملين ليلي الصراحه، انا ديت واحده ليلي واحده كنافه رامي واحده ماما
وصوني نصتني عليها وحده اختي وحده صاحبتي واحد صاحبتي وصتني عليها هذيك نتي قلت لها كنجمعها هذا قلت لها اختي مشي فرنسا باش نصحها تكون هكا داكشي قالت انا كتعجبني جميله شي باكيه انا الصراحه ما عرفتش واش كاين شي قزر كيبيعهم ولا لا ولكن انا بحال صعبه قما كاين يمكن شي واحد بارسنال سنترو وكاين كاش واحد كتبعني من هنايا من ولا ذا مارتوري من ريسا وكتعرف شي محل اللي يكون كيبيعهم قولوها لي بالنسبه ديال هادو كنجيبهم عند التورك السمك يعني ديالهم ديال تركيا وديت الطبيسل ديال الكنافه تهوديت من عندهم كيعمل اونيه وديت غير واحد صراحه على حسب شهاني بالنسبه اللي فايت كالكنافه يعني عند التواركه ولا في الريستورانتس ولا يكون شاف في الانترنت غيكون شافوا بان كيقدموهم في هادو ماما تيكعمل سميات كبارين وكيقطعوها او ملي كتمشي مثلا ريستورانت كطلبوا كنافه من واحد كيقدموها لك بهاد السميات هادو هاد السميات هادو الومنيوم كما كتشوفي يعني كتقدر تطيب بهم وكلشي وبغيتها هيدا يعني غير ستيتو على حساب مثلا في رمضان داكشي نعمل عيلي ليون وسما نقسموها في النص وعجبني الديكور ديالها واخا عندي السنيات عندي مقاله وعندي ولكن هذه عجبتني الديكور باش نقدمها في هانيت شوف شحال زيونه من بعد ديت هاد الكريمه هذا من عند توركوم زيونه لذيذه وساهله ملي كتبغي تطلعوا مثلا بغيت شي حاجه تطلع لكم 100% ما تخسر مثلا شي حاجه هذه واعره كيجي فيها ثلاثه ديال الصوبريت وفيها تجربه من بعد جبت الورقه ديال البقلاوه من عندهم شوفوا راه صبق لاوه بها كتجي مدينه صح تقدر تستعملوها ديال الملكه دونك هذه انا هذه كتعجبني بزاف جبتها عاوتاني كذلك جبت وحده لي وحده ماما وحده لختي شوفوا راه صبصوني عليهم كبيره الصراحه هذه خصك مثلا دابا هذا مثلا وحده لواحد نهار اللي تبارك الله خصك بزاف ديال الناس باش تستعمل الورقه هذه كامله نهار عدله انا مدوق ماما وختي نهار تعدله ماما ودوقني نهار تعدله اختي ودوقنا كاملين المهم قلت نوو واخر حاجه واخيرا واخيرا وصلت اخر حاجه سالينا من الصخرة هو هذا هي هاد العدس هذه العدس الحمراء اللي كيعملوا بها شوربه التوركه انا الصراحه ما كنتش كنعرفها ملي مشيت لتركيا كنت كريت من عندهم الشوربه وبقى عقلي عندي كنت ساكنه في فرنسا رمضان اللي كنت ساكنه في فرنسا وكنت فقلب كيفاش كيعدلوا لها والساعه كيعجبني انا كيعدوا هاد العدس هذه الحمراء وكنت استعملت فيها تعمل الصوبه ديال ان شاء الله رمضان هذه غادي نعمل لكم شوربه والصوبه ديال العدس الحمراء اللي كتجي لذيذه زينة وصحية. المهم حبيبات ديالي حتى لهنا وصل الفيديو ديال اليوم حاولت نرخص لكم هاد بياخي هذا كامل بجوج ديال البلوكات نمشي ونمشي والعائلة وداكشي والسخرة المهم كلشي كنتمنى ربي يكون عجبكم هاد البلوك هذا والبلوك اللي فات كنتمنى ربي يكون جات خفيفة وظريفة على قلبكم إذا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناة تخيلوا اللايك ديالكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله في أمان الله.